اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى. اجعله حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اجعلنا ممن وفق لقيام رمضان، اجعلنا ممن وفق لصيام رمضان، واجعله شاهدا لنا يوم العرض عليك يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وسنين مديدة، ولا تجعل هذا العام آخر عهد لنا برمضان. اللهم لا تجعل هذا العام آخر عهد لنا برمضان، وارزقنا الثبات على الطاعة بعد رمضان. اجعلنا ممن ذاق حلاوة الصيام والقيام، اجعلنا ممن ذاق حلاوة القرآن، أعنا على فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى تدبر القرآن وعلى تدبر القرآن. اللهم بارك في أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وأساتذتنا ومن كان له حق وفضل علينا، ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.